من نصيب للنادي الاهلي، وانضم لنا كمان الكابتن ياسر صلاح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ياسر، موفقين ان شاء الله في البطوله، خلاص يمكن الايام بسيطه ان شاء الله باذن الله وننطلق في هذه البطوله. كيف ترى القرعه، مباراتنا الاولى شايفها ازاي؟ ونقل لنا الدوافع بشكل عام عند البنات يا كابتن ياسر. القرعه طبعا انتوا حضرتوها، القرعه ماتشات المجموعه اللي احنا فيها بالذات مجموعه قويه، ان شاء الله نبقى قدها باذن الله. احنا بذلنا مجهود والحمد لله، نشاط الرياضي على رأسه طبعا كابتن رؤوف والمجلس الحمد لله بيدعمونا كويس. انا شايف ان شاء الله، انت عارف ان احنا بقالنا 29 سنة ما فيش اشتراك، تمام، وما عندناش منتخب اول، دي مشكلة. الحمد لله بنعدي المشاكل ديت، بنهيئ بناتنا نفسيا، اعدادنا الحمد لله على مستوى عالي. بإذن الله احنا عندنا الدورة المجمعة الأخيرة دي، هي آخر إعداد لينا إن شاء الله. أنا شايف بإذن الله، بإذن الله إن احنا نحقق حاجة إن شاء الله. أنا عارف إن الظروف ما سمحتش لضغط المباريات بشكل كبير، إن احنا يبقى في معسكر، يبقى في الأمور دي بالنسبة لنا إن احنا نعد بشكل كبير للمباريات الأفريقية. بتتعامل إزاي كابتن ياسر مع الفرقة، مع المباريات، وإزاي بنقدر نستفيد أكبر قدر ممكن من المباريات المحلية اللي احنا بنلعبها؟ طبعا الوقت ضيق بالنسبه لنا، لان احنا هنخلص الدوري بتاعنا 31/3 اخر دوره مجمعه. بنعد كويس ان شاء الله. المجلس الحمد لله عاملين معسكر في الاسماعيليه، تمام. انا شايف المعسكر ده هيبقى دفعه كويسه، قافلين على بناتنا الحمد لله، مهيئين ان شاء الله ان شاء الله اللي احنا نعمل حاجه كويسه طليق بالنادي الاهلي. رسالتك للبنات الفتره اللي جايه، التركيز، المطالبه على المستوى المميز اللي احنا بنشوفه في الدوري والكاس ان شاء الله يطبق في بطوله افريقيا، لان المنافسات مختلفه بشكل كبير جدا يا كابتن ياسر. اكيد احنا دلوقتي بس ما عندناش، ان احنا بنفكر في الدوري العام بتاعنا اللي هو هينتهي ان شاء الله 31/3. باذن الله، باذن الله احنا واخدينه اعداد ودفعه كويسه لينا ان احنا برضو نكسبه ان شاء الله، وربنا سهل ان شاء الله ونقدم حاجه كويسه. شكرا شكرا. كل شكر جديد من الكابتن ياسر صلاح طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي لكره اليد سيدات. مباريات ان شاء الله خلال الفتره القادمه تنطلق من يوم 13، مباراه النادي الاهلي والزمالك السوبر على صاله استاد القاهره، عدد كبير من البطولات في انتظار ان شاء الله يكون التتويج من نصيب النادي الاهلي في كره الطائره الرجال خلال الايام القادمه، يعقبها السيدات، يعقبها ايضا كمان بطوله الرجال. ان شاء الله بطولات جديده تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي خلال الايام القادمه. يمكن كده طبعا تكون انتهت تغطيتنا بعد انتهاء قرعه البطوله الافريقيه لكره اليد رقم 34 بلقاء الكابتن ياسر صلاح، اللي اكيد بنوجه له كل الشكر والتقدير مع كل نجومنا طبعا اكيد اللي كان ليهم تصريحات هامه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم وكابتن يحيى يوسف. الزميل كريم.